الأستاذ عفيف المزواج عم يقبض على اسم المدير، والسيد شفيق دبول المفنش عم يقبض على اسم الموجه، وعمي ممدوح بشحمه ولحمه عم يقبض على اسم الآذن. بس مو كتير. كتير ولا قليل؟ أنا وين حصتي؟ هذا أولا. ثانيا ما بيصير كلياتكم تركبوا على كتاف هالكشك، بكرة بيسكر. إذا مشان حصتك الشغلة مو محرزة. مو محرزة؟ لا محرزة. أنت عم تقبض 300 وشفيق 200 وعمي ممدوح 200، أنا إذا أخذت 350 قديش بيجوا بالشهر؟ تقبرني لا تنهز، 9100 هذا ما عدا أيام الجمعة. شفت؟ إيه مو معقول أنت كمان يا أخي، كل شي بدك تشاركنا عليه. شلون مو معقول؟ الشغلة كلها من تحت إيدين بديع، إذا طلع له أقل من النص بتكون الشغلة صلبطة منكم أنتو، صح ممدوح؟ أبداً، مثل ما قلتي مزبوط، الحق حق. لكن واحد يتعب وواحد يلهط ما بصير هيك ابن عمي ممدوح. ما بيصير، الحق حق.